يعجبني الإنسان اللين، لا تفتني الشهادات ولا تأسرني الألقاب ولا يعنيني كم تملك، كل هذه الأشياء لك، أما لينك وتواضعك فهذا ما يمسك بزمام قلبي. يعجبني ذلك الذي يختار كلماته بدقة كي لا يجرح أحدا، فتجده إذا نطق كأنما يربط على كتف، وإذا قال كأنما يجبر خاطرا، وإذا تحدث فكأنما يخيط جرحا. يعجبني ذلك الذي يلين للبسطاء، يبتسم في وجه عامل المحطة، ويرق لحمال الأكياس في الاستهلاكيات، ويتغاضى عن السعر قليلا لبائع متجول يحسب استغفاله هذا صدقة خفية، ويرى انخداعه القليل صفقة رابحة. يعجبني ذلك الذي إذا دخل إلى بيته دخلت معه السعادة والفرحة والطمأنينة، يهدئ من روع زوجه ويطمئن ولده ويعانق بنتا كالمطر إذا حل استبشر به الناس. يعجبني ذلك الذي يألف ويؤلف، يحب الخير للناس ويرى نجاحهم لا ينقص من نجاحه، وما لهم ليس مأخوذا منه، ويدعو للجميع بالبركة.